بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة، حلقة الويك إند. النهاردة هنعمل ثلاث أطباق بسرعة إن شاء الله تتبسطوا منهم وجهزوا ورقة وقلم. الأصناف كالآتي أو الأطباق كالآتي: هنعمل كبسة بالدجاج على طريقتي أنا وعلى طريق البرنامج، كبسة غير شكلها كويس هتعجبكم بطريقة جديدة إن شاء الله تستفيدوا منها. الطبق الثاني هنعمل مزالكة كبدة الدجاج مع أوانس الدجاج، المزالكة كبدة الدجاج مع أوانس الدجاج، أكلة شعبية مشهورة كتير ناس تحبها. وهنعمل الطبق الثالث الصلصة الحارة لطبق الكبسة المتميز النهاردة. دي كانت أطباقنا، جهزوا ورقة وقلم وإن شاء الله نرجع لكم بعد الفاصل، بعد ما نرجع من وسائل فاصل التواصل الاجتماعي. أرجوكم جهزوا ورقة وقلم واكتبوا البيانات، واللي عايز يتصل علينا يتصل، واللي عايز يسأل على حاجة يسأل، احنا تحت أمركم في أي وقت. وأرجوكم محدش يروح في أي حتة، أرجوكم ابقوا معنا. اهلا وسهلا يا جماعه لكم بعد الفاصل. نبدا بقى مع بسم الله الرحمن الرحيم. اول طبعا هنعمل طبق الكبسه. الكبسه الدجاج جيبي حضرتك حبه دجاج تقطعيها على ثلاثه كده زي ما انت شايفه، او على اربعه تقطعي حبه الدجاج قطع زي ما انت عايزه، الصدور مع الافخاد مع السقان تقطعيها زي ما انت عايزه. هتجهزي حوالي كاسه ونص من الرز طويل الحبه، كاسه ونص من الرز طويل الحبه، تغسليه لمده نص ساعه، منقوع في الميه لمده نص ساعه، بعد كده يفضل جاهز عندك. ادي الرز معانا اهو، وادي البصله عندي حل على النار فيها شويه زيت. هناخد بقى البصله مع التومه مع البهارات بتاعتنا كله تنبيه مع بعضه في قلب القدر بالشكل ده، شويه بصل صغيرين، نجيب معلقه التقليب ونقلب البصله بالشكل ده. واثناء ما انا بقلب عندي الليمون الاسود، ضيف الليمون الاسود اللي هو اللومي، ثلاث حبات من الليمون، الحب الليمون الاسود اللومي ثلاث حبات مع البصله بالشكل ده عشان تبدا تطلع ريحه. اول ما البصله تبدا تدبل هتعملي اللي هقول لحضرتك عليه ده، هتجيبي الفراخ بتاعتك وتضيفيها في قلب البصله، خليها تتشوح مع البصله بالشكل ده اهي. حبايه دجاج كامله متقطعه، نبدا نجيب البهارات بتاعتنا، نحش رشه ثوم صغيره، رشه ثوم صغيره، وعندي البهارات بتاعتي بقى، ادي الكمون تمام، ادي الهيل والمسمار، حوالي خمس فصوص من الهيل وخمس فصوص من المسمار بالشكل ده، بهارات مشكله. كل دي كبسه نسميها كبسه مبهره، اسمها كبسه مبهره. شويه كزبره، كل الكلام ده مع بعضه ناخده في الحله كده. الخضار البهارات تطلع ريحتها مع الدجاج ويطلع شكلها وريحتها في نفس الوقت حاجه واو زي ما بيقولوا يعني. عندي هنا شويه ملح، حط البهارات بتاعتنا، الطماطم، معجون الطماطم، نبدا نقلب الكلام ده كله مع بعضه لغاية ما يبدأ يطلع ريحة البهار بتاعنا. مية سخنة فوق الدجاجة ونسيبها تغلي لمدة حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة لين الدجاج يبدأ يستوي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين أهو. هنحط شوية مية هنا على المعجون عشان ناخد بقيه مكون العلبه، بشويه ميه حاره نضيفها كده تمام، وابدا اقلب الكلام ده كله مع بعضه. يبقى كبسه دجاج مره ثانيه، بصله تاخد السوتيه مع فصين ثوم، البهارات بتاعتنا، الليمون، الهيل، المسمار، كل ده اخدناهم بيه مع بعضه. نحط الكلام ده بقى، نرجعه ورا شويه عشان نفضي المكان، نشتغل في الطبق الثاني. دي مجموعه الخلطه بتاعت الكبسه بتاعتنا، كبسة الدجاج. عندي هنا رز
طويل الحبة مغسول ومنقوع لمدة حوالي 30 دقيقة في المية، مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة في المية. ده الشكل بتاعه. جهز الصلصة بتاعته، حط الطاسة على النار ونعمل الطبق التاني اهو. لغاية ما الطاسة تسخن او الفراي بان تسخن معايا هبدأ اعمل الاتي. هنجهز الصلصة بتاعة الكبسة اللي هي عبارة عن حباية طماطم متقطعة ناعم قوي، حباية طماطم اهي قطعة ناعم، هنحطها في قلب الكبة بتاعتنا. فلفل حار، حبتين من الفلفل الحار بالشكل ده اهو. تمام. ربط الكزبرة صغيرة، ناخد منها ورقتين ثلاثة. دي الكزبرة الخضراء بتاعتنا اهي، مش كتير، ناخد حاجة بسيطة ونقطعها كده قطع صغيرة عشان كل ده هيتفر مع بعضه في قلب الكبة. دي الصلصة بتاعت الكبسة. تمام. نبدأ نجيب فص او حبة ليمون صغيرة كده بالشكل ده اهي، واعصر الليمون ده عليها كده اهو، عصرها كويس جدا. هنحط كاسة مياه صغيرة، شوية مياه صغيرين عشان نديها مجال تتضرب في الخلاط او في المطحنة. ممكن تاخد الكلام تعمليه في الخلاط او في المطحنه زي ما انت عايزه. نقفلها ونروح بسرعه هنا نطحنها في الكهرباء زي ما انتم شايفين اهي. هطحن كل الكلام ده مع بعضه، كل الكلام ده نطحنه مع بعضه زي ما انتم شايفين اهو. حبايه طماطم، كزبره، باقه كزبره خضراء، عصير ليمون، ملح وشويه ميه. ده الخليط بتاعنا اهو بالراحه كده. شيل السكينه انتبهي. وهنجيب البولة التقديم اللي هنقدم فيها اللي هي الصلصه، الصلصه الحاره بتاعت الكبسه. تمام اهي، دي مشهوره جدا بياكلوها مع الكبسه. مكوناتها هقولها كمان مره. حبايه طماطم صغيره. خلينا نبص الدجاج الاول، نطلع الدجاج يكمل سواه في الفرن عشان نرمي الرز في قلب الإدام في قلب المرق بتاعنا. ادي الدجاج اهو استوى بنسبه 50%. هجيب صينيه بسرعه، هنجيب صينيه بسرعه وابدا اطلع قطعه الدجاج بتاعتي اهي في قلب الصينيه عشان ادخلها الفرن تاخد طبق الجراتيه في الفرن. احنا مش عودنا اي حاجه في المسلوقه نحاول نديها وش في الفرن ونحطها توبنج فوق الصينيه فوق الغرف بتاعنا عشان تدينا الشكل الجمال اللي احنا متعودين عليه. ادي قطعه الدجاج بتاعتي كامله اهي، هندخلها الفرن. فرن عندي سخن من حوالي ربع ساعة تقريبا مشغله انا. هناخد كل الكلام ده مع بعضه. الدجاج استوى بنسبة 50%، هيكمل 50% التانيين فين؟ في قلب الفرن، يتحمر، ياخد طبق الجراتاه وفي نفس الوقت يكمل سواه. ادي الدجاج اهو يا جماعة شايفينه، ده شكل الدجاج اهو. هنفتح الفرن من غير أي إضافات، هنفتح الفرن من غير أي إضافات، هنحطه في قلب الفرن يتحمر ويكمل سواه. المية بتاعتي أو المرق بتاعي بتاع الرز، هجيب الرز بتاعي أهو. هضيف الرز بعد ما اتغسل واتنقع حوالي 30 دقيقة في قلب المية قدام حضراتكم اهو. ما بنعملش أي حاجة غير اللي بنقول لكم عليه. أدي المية أهي أو المرقة بتاعة الرز، ونسيب الكلام ده يستوي مع بعض كده. كده الرز هيعيش حياته على النار ونسيبه يكمل سواه على النار. عملنا الصلصة بتاعة الكبسة أهي، مكوناتها حباية طماطم صغيرة متقطعة، حبتين فلفل حار، باقة من الكزبرة الخضراء، عصرة ليمون، سنة خل، شوية ملح. اضربي كل الكلام ده مع بعضه في قلب الكبة او في الخلاط، هيديكي الخليط اللي انت شفتيه ده. قدميه في الطبق مع الكبسة. ده صحن سلطة الكبسة مشهور جدا. هنعمل الطبق التاني وهو المزاليكيا بتاعتنا، عبارة عن كبدة دجاج زي ما انتم شايفين اهي مع قوانص. القوانص طبعا اللي هي الكدني او القوانص، قوانص الدجاج معروفة، قوانص الدجاج دي بنقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين وبنسلقها. لازم تتسلق الاول، قطعيها قطع صغيره واسلقيها واديها شويه ملح وسنه خل وعصره ليمون عشان تطلع الزفره اللي فيها. عندي كبده الدجاج متقطعه اهي، كبده الدجاج متقطعه اهي، وعندي شويه زيت. هبدا اخد الاول الدجاج سوتيه او كبده الدجاج سوتيه الاول مع بعضها اهي. ادي كبده الدجاج خدناها مع بعضها سوتيه، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه كده اهو بالراحه بالراحة عشان الزيت ما يترطش على ايد اللي بيشتغل بالراحة اهو. بعد كده
وهي بتستوي طبعا الكبده ما بتاخدش وقت في السوى خالص يا جماعه، الكبده ما بتاخدش وقت في السوى. هديها فلفل الاخضر او الفلفل الرومي متقطع كاريهات صغيره، رشه الفلفل الاسود الجميله اهي، رشه الفلفل الاسود الجميله، فص الثوم، ادي فص الثوم اهو، نحط فص ثوم كبير، كل ده نعمله مع بعض. شويه كزبره باودر، شويه بهارات مشكله، كل الكلام ده مع بعضه اهو. ناخد كل الصحون اللي فضيت ونقلب الكلام ده كله مع بعض. سوتيه كبده الدجاج، تاخد سوتيه مع شويه زيت، هات الكبده قطعيها قطع صغيره، وهات القوانص، احنا قوانص بتتباع في الثلاجه موجوده عند في المحلات الماركت، هات القوانص متنضفه هي جاهزه ومنضفينها، قطعيها قطع صغيره، حل على النار، ميه بتغلي، انزل بالقوانص فيها لمده 10 دقائق غلي، بعد الغلي اديها رشه ملح وسنه خل صغيره وعصره ليمون عشان تطير الزفره اللي فيها، بعد كده تركنيها على جنب وتصفيها من الميه. ده كان شكل القوانص، هنحطها اخر حاجه، ده شكل القوانص كان نحطها اخر حاجه بعد ما استوت. عندي هنا الكبده السوتيه، خدنا الكبده قطعناها قطع صغيره، طاسة على النار فيها ماده دهنيه، بعد ما حطينا ماده دهنيه سخنت جدا. اللي بيعمل كبده يا جماعه في البيت لازم الطاسه تكون الزيت سخن جدا، لو الزيت مش سخن ونزلت بالكبده بالذات سواء كبده بقى دجاج، كبده حاشي، كبده غنم، هتبدا تنزل الميه مش هتديك الشكل المناسب، فلازم تحرصي ان القدر او البان اللي بتشتغلي فيه يكون حار جدا، الزيت يكون حار جدا. هناخد كل الكلام ده سوتيه مع بعض، نبص على الرز كده وصل لحد فين، نقلب الرز عشان ما يروحش مننا، اهو بدا يشرب الميه، الرز بدا يشرب الميه وريحته تجنن، مش عايز اقول لكم الريحه بتاعت الرز عامله ازاي من البهارات اللي احنا حطيناها. تمام كده، بعد كده الكبده بعد ما تبدا تلون بالشكل ده، خلينا نبص بص على الفراخ اللي في الفرن، متابعين عاملين كنترول لكل حاجه، الفراخ بدات اهي تلون وهتكمل سواها. دي الكبده بتاعتنا. هنعمل ايه بعد كده؟ هنجيب القوانص، القوانص متقطعه مكعبات وسلقناها في الميه، هي مستوى مستويه جاهزه، ممكن نعمل عليها تيست كده، مستويه ومستوى جاهزه. ابدا اخد كل الكلام ده مع بعضه اهو، تمام كده، طعمها كويس لا باس بيه. وعندي بصله ناعم اهي، بصله نحط عليها بصله ناعمه كده، بصله صغيره خالص ناعمه جدا، تاكليها سوتيه. ده طبق جديد اسمه مزاليكا، معروف مشهور قوي اسمه مزاليكا، مزاليكة الدجاج اللي هي عباره عن كبده الدجاج وقوانص الدجاج، بنسميها مزاليكة الدجاج. رشه فلفل اسود كمان على الطبق الجميل ده. بعد كده عندي بطاطس متقطعه مكعبات، حبتين بطاطس مقطعه مكعبات وقليتهم في الزيت، سهله جدا، حبتين بطاطس متقطعه مكعبات ومقليين في الزيت. هنعمل ايه فيهم بقى؟ شويه كده وهنضيفهم على الكلام اللي احنا عملناه ده اهو. نسوي بس الكبده شويه، نسويها خليها تستوي. اخبار الرز ايه؟ الرز تمام، دي كمان تقليبه خلاص شرب الميه، يعني دقيقتين ونبدا نغرفه، دقيقتين ثلاثه ونبدا نغرف الرز. ادي الرز استوى اهو تمام، هنقصر النار عليه ونقول له عيش حياتك يا باشا على النار، كمل سواك. هنقصر النار شويه عليه عشان ما يحترق الشكل ده. وادي الكبده اهي، بطاطس بتاعتنا المكعبات هنضيف عليها مباشره كده اهي، مزاليكة كبده الدجاج والقوانص، طبق معروف ومشهور واكله خفيفه وجميله. اللي مكسل هيخش على الماركت يجيب واحده صدور واحده كبده ويروح البيت يقطع القوانص يسلقها في النار، وقبل ما اقطع الكبده كنا القوانص السلقت يكب ميتها ويديها ملح وفلفل ويسيبها تبرد، على جنب مع عصره ليمون وسنه الخل، قلت ده ضروري جدا. حمر حبايب بطاطس وطاس على النار، سهله جدا ما هتاخدش اي وقت، وجبه سريعه ووجبه غدا سريعه، تاكلي بقى مع الرز الاحمر مع الكبسه، مع تاكليها بالخبز، يعني دي تنفع مع الخبز التميس برده ممتازه. ادي الصحن بتاعنا اهو والرز بدا يستوي، ده كده تقريبا الطبق ده جاهز. خلينا نمسح الطاوله بتاعتنا ونبدا نغرف الطبق اللي هو الطبق رقم 3 بتاعنا. ده الشكل النهائي. النهارده هوريكم حاجه جديده في طريقه غرف الكبسه. الرز اخباره ايه؟ اديله كمان تقريبا كميه صغيره. الرز اخباره ايه؟ اهو الرز تمام، فاضل له حاجات بسيطه، خليه يستوي. الكبده بتاعتنا جاهزه او المزاليكا، مزاليكه الدجاج، مزاليكه الدجاج اهي جاهزه 100%. تمام، نجيب صحن الغرف، نجيب صحن الغرف بتاعنا نغرف فيه المزاليكا بتاعه النهارده. ادي صحن الغرف اهو، طبعا الكبده ما بتاخدش وقت، قلنا اي كبده ما بتاخدش وقت على النار، والبطاطس مقليه والفلفل
هتحس فيه بقرشه وده مطلوب، والبصل هتحس فيه بقرشه اثناء الاكل وده مطلوب. انا خليت الحاجات دي في الاخر علشان تعمل الدنتي في الاكل. احنا قلنا الدنتي قبل كده الحاجه اللي فيها قرشه صغيره تقرش معاك وانت تاكلي بس هي مستويه. هنبدا مع بعض نغرف صحن الكبده او المزاليكيا اهو، هنغرف مع بعض صحن المزاليكيا. جربوه يا جماعه، طبق تحفه. كتير ناس ما بتاكلش كبده الدجاج ما بتقربش منها، كله متجه لكبده الحاشي وكبده الغنم او الكبده البقري الجاموس يعني، لكن جربوا الكبده بتاعت الدجاج، خفيفه ولايت ونسبه الدهون فيها بسيطه قوي والاونس بتاعتها تحفه. دي الاكله دي من صغري انا بحبها. ادي طبق المزاليكا اهو يشهي وريحته مش عايز اقول لكم. اعملوا اطفال، اطفال بيحبوه جدا، الاطفال بيحبوا الحاجات دي يعني ما شاء الله، الاطفال عندي بياكلوا الحاجات دي كويس جدا. فنغرف الطبق بتاعنا اهو تمام زي ما انتم شايفين، سهل جدا. قطعه الاوانس مسلوقه زي ما قلت لحضرتك، انا سلقها في ميه وملح وسنه خل وعصره ليمون عشان بيبقى فيها نسبه زفره صغيره تخلصي منها بالشكل ده. الدجاج ريحته طلعت، انا شايف ريحه الدجاج طلعت. نغرف كل المكونات بتاعتنا. ده كان طبق المزاليكا قلت لكم عليه. نمسح التيبل بتاعتنا ونبدا نزين الطبق. هنزينه بايه بقى؟ نكسر اللون بتاعه. نكسره بايه؟ بالالوان اللي عندنا، السكينه والبلانشه. ادي البلانشه وادي السكينه، نكسره بالالوان الموجوده عندنا. ايه الالوان الموجوده عندنا؟ عندي شريحه ليمونه اهي تمام، ناخدها كده حلقات وابدا اخدها على اتنين ونحط الليمون كده حبتين هنا وحبتين هنا. الجرنش مهم جدا يا جماعه، ادي جرنش الليمون. بعد كده هنجيب ربطه البقدونس او الكزبره بتاعتنا الجميله، هناخد منها باقه صغيره كده بالشكل ده ونبدا نضيفها هنا كده في الجنب. نحط باقه بقدونس، نكسر بقى لون البقدونس ده بحبايه طماطم صغيره كده، كعب الطماطم الصغير نحطه كده اهو. ادي حبايه الطماطم وادي الطبق الاولاني. يا رب يكون عجبكم طبق المزاليكا اوانس الدجاج مع كبده الدجاج. خدناه سوتيه مع بصله وفلفل وفص ثوم، اديناها البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وسنه كزبره صغيره، وخدناه مع بعض في الاخر مع شويه بطاطس متقطعين مكعبات متحمره ومتقدمه قدامكم. الطبق جميل، شكرا للمخرج، برزنتيشن جميل قوي. ان شاء الله الطبق استفدت منه. ادي الكبسه اهي، كبسه تمام جاهزه 100% يا ابو حميد جاهز. ادي الكبسه اهي، هنعمل فيها ايه بقى؟ هنطلعها على جنب كده خلاص كده استوت، ونبدا نعمل لكم الحركه الجميله. بس انا عايز اعرف معايا كام دقيقه يا جماعه. تمام الدجاج مش عايز اقول لكم، خليه مفاجاه. معانا وقت قد ايه الكنترول عشان ابدا اغرف الباقي؟ ادي الرز اهو، هنعمل ايه بقى؟ بصوا الحركه دي، هات كده المعلقه، هناخد شويه رز من الكبسه اللي استوت. ركزوا معايا في النقطه دي بالذات عشان دي نقطه دي مهمه. هناخد شويه رز على جنب كده، حوالي معلقه، طلعي بس الليمون على جنب، حوالي معلقه او معلقتين من الرز اهو، مش هنكتر، معلقه او معلقتين من الرز. نغطي الرز خليه يكمل البخار يبدا يسويه، بس نقصر النار عشان خلاص احنا كده خلصنا النار مش محتاجه في حاجه. طفينا برضو الكهرباء، احنا كده خلصنا مش محتاجين غاز في حاجه. شويه الرز دول بص هتعملي فيهم ايه بقى؟ الليمون اللومي، اللومي الاسود اللي بتشتريه من السوق، هاتي 3 4 حبات حطيهم في كيس وجرشهم قرش. 3 4 حبات حطيهم في كيس وجرشهم قرش. بعد ما تجرشوا فضي الكيس ده في قلب الكبه اللي هي المطحنه اللي احنا طحنا فيها الصلصه دلوقتي، هيطلع معاكي ليمون اسود كده، وموجود في السوق بيتباع جاهز البودره ده، الليمون الاسود ده واللومي الاسود ده موجود مطحون جاهز كده. هتحط كميه الليمون الاسود دي كده على شويه الرز الصغيرين دول ونقلب اهو. هنقلب كل الكلام ده مع بعض. دي فكره لتقديم الكبسه، فكره جديده عملناها، انا عملتها من فتره بعيده بس يمكن الناس نسيتها فحبينا نذكر بيها الناس المشاهدين. ادي الرز بص شكله اتغير ازاي، بقى لونه اسود ازاي بعد ما اتعمل. في الغرف بقى هيبان بقى طريقه الغرف بتاعته، هتبان بطريقه محترفه جدا. هنجيب صحن مزاليكا كده على جنب، وادي صحن الرز اللي هنغرف فيه الرز. ابدا اغرف الرز اهو، خلينا نطفي النار على الفرخه على الدجاجه، ان هي كده خلصت، هي كده خلصت الدجاجه. نبدا اغرف الرز. معلقه الغرف فين يا محمد؟ معلقه الغرف اهي، معلقه الغرف. نبدا ناخد الرز بتاعنا كده، تغريف الرز حضرتك بتاع الكبسه اهو، ما خدش وقت، ما خدش وقت على النار خالص. اسهل حاجه في الدنيا انك تعملي طبق كبسه في البيت. ادي رز الكبسه اهو، ادي رز الكبسه، هنغرفه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. نخلي بقى الليمون ده على جنب عشان نجرنش بيه في الاخر، نحط الليمون الاسود اللومي ده عشان الجرنشه. ممكن بقى انت حضرتك بقى تحطي بقى افكار، تجيبي حبايه جزر، حبايه كوسه،
حبتين من البامكن اللي هو قرع العسل، تقطعي قطع صغيره اثناء السلق قبل ما ترمي الرز، ارمي خضاره فيها برضو، ايه فكره يعني، مجرد تعملي ايه فكره جديده. ناخد كميه الرز كلها اهي، تمام، ادي الرز اهو، وابدا اغرف الليمون الاسود بتاعي اهو، او اللوم الاسود، حبات اللوم الاسود. بص اللوم الاسود بقى نعمله ازاي، بتخليها نسوي ده الاول كده، نسوي الصحن ده كده عشان يطلع الشكل الجمالي بتاعه 100% اهو، بحرف المعلقه بتساوي الصحن كده اهو، تمام بالشكل ده اهو، تمام تساويه كده. بعد كده تجيبي بقى الليمون الاسود ده، الرز اللي احنا حاطين عليه الليمون الاسود، خليه توبج من فوق، توبج من فوق. طريقه جديده هتعجبكم، والصور المزازه بتاعت الليمون الاسود حلوه جدا في الاكل. يعني انا بجيب الليمون ده، ما بنشتري كبسه من بره او بنعمل كبسه في المطعم، او باكل الليمون ده، انا باكله، انا بحبه. ما بالك بقى البودره بقى بنحطيها على الرز بالشكل ده اهي، بص طالع شكلها جميل ازاي. وادي الليمون بتاعنا، حبايه ليمون اهي، تمام، ادي 3 حبات ليمون. ونروح بقى نجيب الدجاج من الفرن، نخلص بس الكميه دي بس، عشان انا الشباب بعد الحلقه بيحصل هجوم شرس، فلازم نظبط لهم الدنيا. ادي الرز اهو، تمام. دلوقتي هنخش نجيب الدجاج من الفرن، نجيب منديل، نروح نجيب الدجاج من الفرن نشوف وصل لحد فين. الدجاج استوى، نطلعه مع بعض الدجاج نشوف شكله عامل ازاي، احمر بقى شكله عامل ازاي. ادي الدجاج اهو، بص الشكل النهائي بتاعه. الكاميرا معايا لو سمحتوا، الكاميرا تجيب لنا الدجاج بعد ما اتحمر اهو. بص شكل الدجاج عامل ازاي، حاجه تشهي. ده عملته من ايتو زد قدامكم على الهوا، ما عملتش اي حاجه بره الهوا. بص شكله عامل ازاي، دقيقه بس خليك معايا الكاميرا. ممتاز ممتاز ممتاز، ده شكل الدجاج، ده شكل الدجاج اللي جماعه عملناه يا جماعه. هكمل سواه في الفرن، وفي نفس الوقت اخد طبقه من غير ما اضيف له لا زيت ولا معجون طماطم ولا اضيف له اي حاجه. ده الشكل النهائي بتاع الدجاج. نبدا بقى نغرفه. بقى نغرفه ازاي بقى، هنغرف الدجاج ده ازاي؟ نبدا ناخد، ادي ورك الفرخه اهو، ورك الدجاج، ادي ورك الدجاج اهو. هنبدا نحط قطعه كده، ونجيب الناحيه الثانيه نفس الموضوع اهو، تمام. وناخد السيقان بقى، السيقان دي بتاعت الاطفال بقى، هيتجننوا عليه يتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض، عشان خاطر انا عايز الرجل، انا عايز الرجل. والصدر في الاخر الاب والام هم اللي ياكلوه. انا بتكلم عن نفسي، انا كنت ما بحبش اخد الدجاج، بس الاولاد بقى هنعمل ايه. ادي قطعه الدجاج اهي، سخنه سخنه مره، قطعه الدجاج اهي، شايفين عامله ازاي يا جماعه، حاجه ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الطبق، يكون عاجبكم النهارده. ده طبق كبسه الدجاج، خلينا نشيل الصينيه. فين المنديل راح؟ بعد الصينيه السخنه كده. وده الطبق التالت، ايوه خليه كده. انا عايز اجيب بقى الاطباق كلها مع بعضها، والمخرج بقى بالكاميرا الجميله يجيب لنا ايه كلوز على الـ3 اطباق دول، عشان نبدا نتكلم عليهم كمان في كام دقيقه اللي فاضلين دول. دي اطباقنا الثلاثه، ناخد عليهم كلوز لو سمحتوا، ناخد على الاطباق كلوز عشان ابدا اشرحها كمان مره. مزاليكا الدجاج، ما شاء الله، شايفين الطبق الاطباق عامله ازاي يا جماعه. طبق المزاليكا اهو، طبق المزاليكا، كبده الدجاج مع الاونس مع البطاطس المكعبات، الصلصه الحاره بتاعت الكبسه، وادي كبسه الدجاج. بسرعه نقول كمان مره عملنا الكبسه ازاي، عشان في ناس هتسال عليها. حبة دجاج متقطعه على 8، قدر على النار، بصله فص توم، ناخدهم توم بيه مع بعض. اول ما البصله تبدا تدبل انزل بالدجاج مباشره، اخليه يتشوح او يتقلب او يتحمر زي ما بتقولوا مع البصله. بعد كده انزل باللومي، حبات اللومي، والبهارات بتاعتي عباره عن معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه قرفه، هيل ومسمار، وبهارات مشكله. ضفنا كل ده مع بعضه مع البصله والدجاجه، اخدناهم توم بيه كلهم مع بعض لغايه ما ريحه البهارات طلعت معايا. اول ما شميت ريحه البهارات نزلت معجون الطماطم او بصلصه الطماطم الفريش، سواء دي او دي. بعد كده اضفنا الملح بتاعنا، وسيبنا الدجاج، يغلي على النار لين استوى. بعد الدجاج ما استوى بنسبه 50 او 55 او 60%، خليها 65%، طلعي الدجاج بره في صينيه. فرن عندك يكون سخن، لازم الفرن يكون سخن. طلعي الدجاج في صينيه ودخليه الفرن زي ما حضرتك شفتيه كده، وسيبيه يتحمر ويكمل سوا ويديك التوبنج بتاعه الجراتاه. طلعيه على جنب يبرد. الرز بقى، المرق اللي شلنا منه الدجاج نظبطه، نحط عليه الملح بتاعه ونظبطه. كاسه رز كبيره او كاستين رز كبيره حسب عدد الاشخاص اللي هياكلوا، يعني دي حوالي كاسه ونص من الرز تقريبا السيرفيس ده. نقع الرز 30 دقيقه في الميه،
رز طويل الحبه لازم يتنقع عشان يطلع نتيجه كويسه. اللي بياخد الرز يطبخه على طول ما يطلعش مظبوط. لازم الرز طويل الحبه يتنقع على اقل حاجه 30 دقيقه في الميه بعد ما تغسلي تغيري ميته مرتين ثلاثه. صفي الرز، المرق جاهز بتاع الدجاج، هنضيف الرز عليه ونخلي الميه او الصلصه فوق الرز بحوالي انج، الانج يعني سنتي، هتخلي الميه بارتفاع سنتي. بعد كده او تخليه يغلي على النار، باول ما يشرب ميته قصري النار على اقل حاجه بنسبه 30% النار تكون متوسطه حراره عليه، وتقلبي من فوق لتحت، وكل 3 دقائق تقلبيه لغايه لما الرز معاك يستوي. استوى الرز طلعيه على بره على جنب، تاخدي منه حوالي كبشتين صغيرين في قلب وعاء زي ما انا عملت كده، وتجيب الليمون الاسود موجود مطحون بره في السوق او انت تطحنيه في البيت. لو هتطحنيه في البيت اجرشيه الاول في قلب كيس، لو حطيتيه حب في قلب الكبه الكبه هتقعد تلف مش هتكسره. اجرشيه الاول في الكيس، بعد كده حطيه في قلب الكبه يطحن. هاتي معلقتين الرز اللي غرفناهم في الاول في قلب صحن كده، وحط عليهم الليمون المطحون حوالي معلقه ونص كبيره، وقلبي هيديك لون الرز اسود بشكل لون الليمون. غرفت الرز بتاع حضرتك، هتجيبي الطبقه الاخيره اللي احنا عملناها اللي هي التوبنج، الطبقه العلويه بتاعت الرز اللي عليه ليمون مطحون، ونغرفها بالشكل اللي انت شايفينها. طلعي الدجاج، صف الدجاج زي ما انت شايفاه يطلع معاكي شكله جميل جدا. وعندنا شريحه ليمونه اهي، ممكن نحطها على الكبسه برضو تعمل شغل كويس. ادي شريحه الليمونه اهي تغير شويه اللون. ده كانت كبسه الدجاج. اما الصلصه كانت سهله جدا، حبايه طماطم، حبايه طماطم متقطعه صغير قوي، حبتين فلفل حار، باقه صغيره من الكزبره خضراء، ملح وفلفل وعصير ليمون وسنه خل، وربع كاسه ميه في قلب الكبه، وطحنيهم ضرب سريع ضرب مبرح حتى يتم طحنها بالشكل اللي انت شايفاه ده. المزاليكيا طبق جدا خطير، طبق جدا مميز. الكبسه يمكن عارفينها وعملناها كتير والناس كلها بتاكل الكبسه، لكن المزاليكيا طبق جديد النهارده. كبده الدجاج واونس الدجاج، اشتري صحن وصحن، واحد كبده واحد اوانس، روح البيت اسلق الاوانس في الميه، ملح وخل وشويه عصره ليمون، وفي الاخر اديله الملح. بعد ما يستوي طلعيه صفيه واغسليه كويس من الميه واركنيه على جنب. طاس على النار، قطع الكبده قطع صغيره، طاس على النار، شويه زيت سخنين قوي، خلي الزيت يسخن مره، وانزلي بالكبده سوتيه لغايه اول ما يغير لونها. انزلي عليها في فص ثوم، انزلي عليها في فص ثوم. بعد كده عندك نص حبه بصله متقطعه مكعبات صغيره، وحبايه فلفل رومي متقطعه برنواز صغير، ضيف انزلي عليها بالكبده. بعد ما كل ده يستوي مع بعضه يعني حوالي 5 دقائق بين ده وبين ده، ضيفي في الاخر القوانص المسلوقه، وقلبي قلبي كله مع بعضه، ملح وفلفل وبهار وشويه كمون، وهاتي البطاطس حبتين بطاطس قطعيهم مكعبات صغيره وحمريهم في الزيت. خلاص الكبده استوت والقوانص استوت، اصلا البطاطس المتحمره جاهزه. هتضيف البطاطس فوق الكلام اللي احنا عملناه اللي هي المزاليكيا الدجاج القوانص والكبده، وتقلبيهم مع بعض وتغرفي الطبق زي ما انت شايفه كده. هيطلع معاكي طبق جميل، جربوه، طبق ممتاز جدا. اي حد عنده استفسار عنده سؤال ما يتكسفش يتصل علينا، احنا جاهزين ليكوا 24 ساعه مش وقت البرنامج بس. تليفوني مفتوح، واللي عايز ياخد رقم التليفون يرجع للكنترول يتصل عليا في اي وصفه في اي حاجه، انا جاهز مع حضراتكم. دي كانت اطباقنا النهارده، طبق مزاليكه الدجاج، الصلصه الحاره اللي عملناها مع الكبسه، وطبق الكبسه. يا رب يا رب تكون اطباق نهايه الاسبوع، اطباق الويك اند تكون عجبتكم، واتمنى لكم ويك اند سعيد ان شاء الله. لسه معانا وقت كويس نتكلم تاني بقى. انا كان جالي سؤال من فتره، ازاي وصفه حلا في 4 دقائق؟ زي ايه؟ حد عنده في جالنا اتصال وحد عايز وصفه حلا؟ طب حدد الاسم ولا حاجه. ام محمد على الايميل بتاع البرنامج عايزه وصفه حلا، نقول لها وصفه حلا ايه؟ نعمل لها مثلا الكنافه، البسبوسه، تختار نعمل لها كنافه. نتكلم على الكنافه بسرعه، هاتي باكو كنافه. ده ام محمد بعتت سؤال على موقع البرنامج كايميل، الحلا الكنافه، الكنافه بالجبنه او الكنافه بالمكسرات. هتجيبي علبه كنافه كبيره تقطعيها فرم 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 بالسكينه وهي متلجه، تخليها كلها مفتفته، اقسميها على جزئين. اول قبل ما تقسميها على جزئين تجيبي شويه سمنه بلدي مع شويه زيت تخلطيهم، وتضيفي على الكنافه وتقلبي كل الكلام ده مع بعض لغايه ما تبقى كلها متجانسه في الدهن. تجيبي صينيه، وادي صينيه الكنافه معايا بالمناسبه بس احنا حمرنا فيها الدجاج، صينيه زي كده مثلا. هتقسمي الكنافه نصين، تدهني الصينيه ماده دهنيه، وتاخدي الكنافه النص اللي انت عملتيه تحطيه في قلب الصينيه وتضغطي، يكون معاكي واحده زي دي كمان، يعني واحده واختها. لازم اللي يعمل الكنافه تطلع معاها مظبوطه نفس الصينيه دي واختها. ليه اختها؟ عشان اختها تحط فوقيها وتضغطي تكبسي الكنافه. الكنافه صنعتها في الكبس، ما فيهاش اي اختراعات. فكره الكنافه المظبوطه انك تكبسيها كويس. عملت الطبقه الاولانيه، الحشو بقى زي ما انت عايزه، تعملي مهلبيه، تعملي قشطه، تحشيها جبنه قشكوان، تحطي مكسرات، اللي انت عايزاه، اي حشوه مناسبه لحضرتك حطيها من جوه. بعد ما حطيتي الحشوه بتاعتك هاتي الجزء الكنافه الثاني تحطيه من فوق وتسويه، وبخت الصينيه، الصينيه واختها زي ما قلت، الصينيه واختها. هتجيبي اختها تركبيها فوقها تضغطي عليها بايدك، بكلوه ايدك تضغطي عليها كلها كويس لغايه لما تتساوى الكنافه ما تبقاش هشه. ليه الناس ما بتنجحش معاها الكنافه في البيت؟ عشان ما بيكبسهاش. يعملها زي ما هي وبايده بس يكبسها كده، دخلها الفرن تستوي، يسقيها الشربات تطلع هشه.
تطلع حبه الكنافه هشه كده، عامله زي الملفيه، زي الباف باستري، زي زي ايه، حاجات الهشه، عارفه تحس ان هي هشه مش مضغوطه مع بعضها. ليه بتشوفيها في محل حته واحده في محلات الحلويات؟ لان هم كبسينها، فتجيب الصينيه واختها، الصينيه واختها، بعد ما تعملي الطبقه الثانيه من الكنافه اضغطيها كويس جدا وسوي الحروف كويس. فرن عندك درجه حراره 180 درجه، تسوي الكنافه في الفرن بعد ما تستوي. اثناء السوي كاسه ميه، كاسه عصير، نفس كاسه الميه، كاسه ميه، كاسه سكر، نفس الكاسه تعبيها سكر، نفس الكاسه تعبيها ميه، وتخلطيهم على بعض وترميها على النار تغلي. اثناء الغلي عصره ليمون صغيره وعود قرفه صغير، تغلي مع النار لغايه ما السيرب او الشربات بتاع الكنافه يكون تقيل. لازم السيرب بتاعها يكون تقيل سنه، مش خفيف زي بتاع البسبوسه. تطلع الكنافه من الفرن وهي سخنه باللوج او بالكبشه، تبداي تسقي الكنافه بالشربات اللي انت عملتيه تقيل. لو طلع شربات خفيف هتلظ معاكي وهتبقى طريه. لو عملت الشربات خفيف بتاع الكنافه هتلاقي الكنافه لزت، بقت عارفه، بقت اسفنجيه، بقت طريه. لكن لما يكون السكر تقيل ليه قوام، سكر سيرب ذات قوام، وتسقي الكنافه وتسيبها تبرد. بعد ما تبرد تجيب الصينيه بقى الثانيه اللي هي اختها، تحط الصينيتين فوق بعض وتقومي قلبها حضرتك الناحيه الثانيه وتقدميها على طبق تقديم وتقطعيها وتقدميها لضيوفك. دي كانت طريقه الكنافه يا ام محمد. ام محمد صح اللي اتصلت؟ ام محمد ان شاء الله تكون عجبتك وصفه الكنافه. ودي كانت اخر فقره عندنا يا جماعه النهارده، حلقه الويك اند، كبسه مع المزاليكيا مع صحن، مع صحن. حد عايز يعرف كمان عملناها ازاي دي؟ طيب عملنا الخلطه بتاعت الشطه، الكبه، نجيب نحكي مع بعض كده. هتجيب الكبه دي موجوده في البيت، حط فيها حبايه طماطم، هتحط فيها باقه كزبره خضراء، حبتين فلفل حار قطعيهم ضيفيهم عليها، رشه ملح، رشه كمون، عصر رشه ملح، رشه فلفل، عصر الكمون، وشويه خل صغيرين، وربع كاسه ميه. تاخديهم في الخلاط ضرب سريع، تطحنوا قدميها. وقت برنامج يا جماعه انا خلص، انتهى الوقت، انتهى خلاص المحدد لينا. دي كانت اخر فقره عندنا في الحلقه. يا رب تكونوا استمتعتوا، وانا استمتعت جدا معاكم على مدار الحلقه دي. كانت اطباقنا النهارده، واشوفكم على خير، ويك اند سعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.